ايه باش نحكيو على لاعب تونسي متألق السنة في البطولة المصرية، تقريبا شد كل الأنظار خصوصا خاصة في المقابلات الأخيرة، أيضا كثر الكلام عليه في مصر، برشا شكر في وسائل الإعلام. على كل حبينا ناخذوه معنا اليوم نحكيو معاه شوية على تألقه السنة في البطولة المصرية، نحكيو أكيد فهمتوا على لاعب المصري البورسعيدي الياس الجلاصي. الياس أهلا بيك. مرحبا بك اختي. شنو احوالك خويا، شنو الامور؟ والله الحمد لله اخويا، كله تمام زي ما يقولوا. سعداء جدا الياس بوجودك معنا، وايضا بتألقك السنه في البطوله المصريه. ظهر لي بعد عامين تقريبا في الاتحاد المونستيري كانوا مميزين، وصلت ايضا العوده نتاعك من جديد خاصه بعد تجربك السابقه في الترجي الرياضي التونسي. الكوره قاعده طالعه ما شاء الله بالكدا، اش حطيت لها كما يقولوا بالتونسي مش بالمصري؟ والله الحمد لله الحمد لله، خروج نتاع التراجي معناها الحمد لله اثر معناها كيما نقولوا بوزيتيف، عملت عامين ونص معناها باهين في المسير. سنة جيت لمصر بورسعيدي، فرقه محترمه، ريتم الاخر الحمد لله، واحد فرد روحه بالخدمه بالانضباط والحمد لله كيما نقولوا ماشي، واحد ويتحسن وان شاء الله معناها كيما نقولوا جاي خير وكذا. الياس تقريبا برشا ملاعبيه، خلينا نرجع شويه بعد الخروج من الترجي تاثروا شويه، يقول لك خرجنا من جمعيه كبيره، لكن انت عاودت خدمت ولنسيت كاريرك من جديد، واليوم ما شاء الله في القمه في مصر. والله كيما تعرف سليم، يمكن انت اكثر بها تعرف، معناها انا في الترجي كنت من اول عام نتاعي معناها كنت موفق وناجح، وبعد صاروا لي برشا مشاكل غادي، يعني خيرت معناها اني نخرج ونفسخ العقد، مشيت وخرجت وحكيت في قلبي معناها باش واحد يرجع ويلانسي اسمه، الحمد لله ربي وفقني، وبالخدمه بالخدمه بالانضباط وكل شيء الحمد لله يا ربي. باهي نمشيو نحكي شوي على مصر، برشا ربطوا وجودك في مصر البورسعيدي بوجود معين الشعباني، لكن حتى بعد ما خرج معين كملت تلعب وكملت في المستوى ممتاز وحتى هداف مع الفريق متاعك. والله نشكر سي معين، الحاجة اللي ما يعرفوهاش العباد، أنا جيت قبل سي معين معناها جيت لمصر، جابني المدرب اللي كان قبله، وهو كي جاي معناها أكد على اسمي لهنا، الحمد لله معناها عملنا باركور باهي، ما مشاش ريزلتا، وجاي سي حسام حسن اللي معناها رجعت لي ريزلتا، والحمد لله يا ربي معناها واحد وفقني ربي في باش ماركيت اهداف وباش عطيت بونتوات والحمد لله وكاو. كان من اشغال تتفكر حاجه في البونت ومشيت اللي هو ظهر لي هكا ولا ايه؟ مشيت لشكون في لا البونتو؟ لا مشيت مش اصحاب مشيت لشكون في البنك البونتو ولا لا؟ بتاعي، لا مشيت لا الستاف هو لسه. كان معاقب المدرب هو الفوق يعني. اكيد الياس وجود اسم كبير في تدريب الفريق ظهر لي نجم كبير حتى قبل كلاعب في مصر، ظهر لي يفيدك هذا كملاعب. بالطبيعة سي حسام حسن وابراهيم فوم انا غني عن التعريف في مصر، ناس تخدم الكرة في الكرة يعني، شفنا لي ريزلتا وشفنا معناها الجمعية ماشية وتتحسن معناها فرديا. يبدو انه انقطع الخط مع الياس جلاسي، لو كان نعاود نحاول نتصلوا به من جديد. بون فما مشكل ابارمون في مصر في حكايه الريزو، ديما تصير مشاكل هذه من النوع هذا. ان شاء الله باش يكون معنا بعد شويه الياس جلاسي، مشكوره منال تحاول تتصل به من جديد. على كل موسم كبير قاعد يصير في من ياسر جلاسي مع المصري البورسعيدي، مستويات كبيرة قاعد يقدم فيها مع الفريق، أيضا ممكن حتى قاعد يتألق بصفة كبيرة، أيضا فما حديث أيضا على عروض من أندية مصرية كبيرة كما الزمالك المصري. الياس الجلاسي باش يكون معنا موجود معنا باش بالتليفون باش نحكيه معاه أكثر على تألقه الموسم هذا في البطولة المصرية، موسم كبير قاعد يقدم فيه الياس. مو معنا من جديد الياس، عاود رحب بيك، انقطع على الخط. ظهري فرحانين بيك، حتى الجمهور نتاع المصري البورسعيدي نعرفه عنده قاعدة جماهيرية محترمة جدا، اوكي مش الأهلي والزمالك لكن عنده جماهير كبيرة، أيضا تصور فرحانين بيك برشا غادي.
والله بالطبيعة بالطبيعة مش سهل، معناها كما تعرف سليم واحد في كما نقولوا في الغربة باش تفرض روحك لهنا، ريتم قوي، معظم اللي كيفاش قاعد يقص الخط، ما نعرفوش علاش المشكل نتاع ريزو. نحاول نجي نتصلوا بيه الياس جلاسي، ما نعرفوش على المشكلة نتاع الريزو. ديما في مصر يتعب شوية على كل كيف كيف. كما قلت ايضا هيثم العيوني موجود في نفس الفريق مع الياس، قاعد حتى هيثم ايضا سجل اهداف ممتازة واهداف حاسمة في المقابلات الأخيرة. كيف كيف الياس جلاسي، زوز ملاعبية قدموا الإضافة في البطولة المصرية مع فريق المصري بورسعيد. الياس ريزو مش ولا بد، لو كانت تحاول تعمل مزية تقعد في بلاصة يكون فيها ريزو باهي شوي. والله قاعد في ريزو، ما ديما مشكل ما بين تونس والواحد ما يقص صحيح التليفون. صحيح صحيح باهي. كما قلت لك فرحانين بيك الجمهور نتصور غادي. بالطبيعة مش سهل سليم باش تفرض روحك لهنا وتكون أساسي تقريبا 40 ماتش، معناها من في موسم بركة، معناها مكور 40 ماتش الحمد لله، معناها تقريبا كل أكثر من 90% مكورهم تيتيلير الحمد لله، معناها واحد قاعد يخدم وإن شاء الله معناها واحد يبلع على البليسير وإن شاء الله الجاي خير. حتى في وسائل الاعلام ظهر لي برشا كلام عليك الياس. انا تقريبا شفت مؤخرا فيديو للاعب السابق رضا عبد العال اللي تقريبا معروف من الناس اللي في مصر كلمته يقولها وما يعديها حتى حد، ظهر لي فرحان بيك برشا وشكرك برشا. ما عرفتش شفتوا الفيديو ولا لا، لكن برشا قاعدين يحكوا عليك في وسائل الاعلام. ولكن ما تعرف مؤخرا معناها برشا اتصالات وبرشا وكلاء اعمال وانا وكيلي الوحيد معناها كمال الاحمر، معناها فما برشا عروض وكما قلت كان فما حاجه معناها باش ترجع الفائده لفريقي وترجع الفائده لي انا على الشلاء، سينو احنا باش يجينا سيدنا رئيس يعني محترم حتى المشاكل الماديه ما باش تتنحى، وان شاء الله معناها كان فما حاجه في الاخير للزوز لجمعيتي ولي انا على الشلاء. هو الكلام ظهر لي خاصة على الزمالك تقريبا. ولكن كما نعرف معناها رضا عبد العال يعني يحب الزمالك ويلوج ديما على مصلحة الفرق الكبار، معناها وكيرا مثلا جوار معناها فالابل يحكي عليه وقدام المرة معناها أنا نسمعه معناها يحكي، وإن شاء الله كما قلت لك مازالوا زوج ماتشات وإن شاء الله معناها نكمل زوج ماتشات وتوضح الصورة إن شاء الله. رسميا ما فما حدا شيء، معناها جوست كلمات وكهو هكا. والله يكلموا وكيلي معناها كمال الأحمر كما قلت لك برشا جمعيات، أما أنا ما لازمش نقول تو كما قلت لك نكمل إن شاء الله الماتش هذايا الماتش هذا والماتش اللي بعده وإن شاء الله لكل حاجة أنا حديد. فما كلام حتى عم من تونس على كل يوم زاده. والله كما قلت لك اتصلوا به هو يعني أنا والله تو كما قلت لك يا إسلام مركز معناها على ماتشوياتي نكمل زوج ماتشوياتي نعطي حق الإكيب نتاعي وإن شاء الله الجاي خير وكذا. بصراحة الياس بروندمو هذا إذا كان تواصل خاصة تطمح المونديال ظهر لي حق مشروع ولا؟ يا اخي المنتخب معناه مفتوح وطموح للاعبيه الكل، واحد قاعد يقدم في الاضافه قاعد يبروغريسي قاعد معناه يعطي في الفلوس، ان شاء الله ان شاء الله على الاسلام معناه اللي فيه مصلحه ليكيب ناسيونال اللاعب اللي يستاهل ان شاء الله يكون موجود. عندكم ماتش اليوم ها؟ ان شاء الله عندنا ماتش اليوم مع الزمالك 9 ان شاء الله 8 متاع الليل ماتش مع الزمالك، فهذه فرصه باش يشوفوك على قريب. والله سليم كما تعرف السيزون طويله معناها يعني معناها مكورين كما قلت لك يمكن اكثر من 40 ماتش، معناها الناس الكل تعرف الريتم نتاع مصر الريتم قوي، نيفو معناها اخر تحب ولا تكره تارو بينا في سير طول البلان معناها، الزمالك فرقه محترمه مازال كي خذيت الدوري ان شاء الله نكونفيرمو معناها اليوم بلوز الكاب ان شاء الله. ان شاء الله حابين تكون مواجهه تونسيه، لكن التوانسه هذه سيف الجزيري وحمزه المثلوث يروحوا ما عرفش يكونوا في موجودين في المقابله. تحكيوا شويه مع ملاعبيه التوانسه غادي لياس تقابلوا خاصه جاليه محترمه غادي. والله كلنا معناها اصحاب معناها نحكيو ديما مي تعرف كلام الماتشات ثلاث وحد يعني ديما معناها احنا في معسكر يعني قليل ونخرجوا لهنا فما نظام معناها سبيسيال مش كيما في تونس معناها يسيبك تخرج وترجع لهنا ديما تقعد جمعه كامله يعني في المعسكر ما تخرجش تاخذ نهار وديما في الوتير هذايا بالرسمي معناها قاعد يرجع على اللاعبيه بالحاجه الايجابيه، يعني كي تدخل فيستير تلقى لي مويان تاع ريكبيراسيون وتلقى
كل شيء معناها يوصلوا لهنا عمرهم 37 سنه و38 سنه يحاولوا فيهم باش يعاودوا معناها. صحيح، والدليل الاكبر دليل شيكابالا ظهر لي في الزمالك في سن كبير، فما عبد الله السعيد، فما شيكابالا، فما حتى احنا الكابتن اللي كان معانا عمره 40 سنه، معناها معناها مش تعرف معناها قيمه الريكوبيراسيون لهنا والجين دي في نتاعهم، معناها ترجع على الملاعبيه. ان شاء الله ان شاء الله احنا نتقدموا، تشوف زاد اللي التيرانات نتاعهم، تشوف الميديا، معناها حاجه محترمه محترمه برشا. صحيح. هيثم العيوني ايضا تصور مع بعضكم هكا تتونسوا شوي بحذاك في المصري. بالطبيعه تونسوا في بعضنا وكان معنا سي معين وسي مجدي، معنا نشكروهم. ما جاوا في ظروف كما تعرف صعيبه، فما انتخابات وواحد ما الحمد لله توا ركحت الامور وجاء رئيس معناه محترم اللي باش يوفر كل الظروف معناه باش الفرقه ان شاء الله باش نلقاو معناه المصري بورسعيدي العام الجاي ان شاء الله معناه من الاوائل ان شاء الله. هو ظهر لي حتى معين ومجدي خرجوا، ظهر لي حتى الجمهور قاعد وسائل الاعلام كيف يحكيوا عليهم بالباهي، وحتى قدمتوا انتم معاهم كم لاعبيه مقابلات جيده، لكن ظهر لي ظروف اخرى هي حكمت على خروجهم. والله كما تعرف معناها سي معين انسان محترم، سي مجدي انسان كفء، خدمه بقلب ورب، فما برشا ظروف لهنا كيما نقولوا لازمك تكون مصري معناها باش تواجههم، خاطر هما تحب ولا تكره مازالوا جدد على البطوله المصريه، فما الجانب التحكيمي اللي ضر برشا الجمعيه، وكما تعرف معناها شاركنا في المشاركه الافريقيه كان مش من التحكيم كنا نجموا ناخذوها. وان شاء الله معنا جاي خير اليوم هما وجاي خير لنا احنا ان شاء الله. الكاو ان شاء الله بالتوفيق لياس الجلاسي، لما نشوفوك في فريق كبير العام الجاي سواء الزمالك والا حتى النادي الافريقي، جوز فرق كبار في تونس وفي مصر، ان شاء الله بالتوفيق ليك في المستقبل لياس الجلاسي. ربي يخليك يا سلام، ونشكرك برشا على الانترفيو. مرحبا بك الياس، سعداء جدا كنا بوجودك معايا. هكا نكملوا الجزء الثاني من فير بلاي، بعد شويه موزيكا وبعد اخر جزء من حصتنا اليوم باش نحكيو على اخر التطورات في السي اس اس وتعيين وزير الثقافه السابق محمد الترابلسي على راس الهيئه التسييريه للسي اس اس.